الخبر الاول اللي عدنا عن قمر الطائي ونورمار يا حبايب. واخيرا رجوع قمر الطائي لفريق نورمار. يبي يا حبايب نزل نورمار شويه ستوريات كان تحكي عن مفاجاه كلش خرافيه. بنفس الوقت نزل هذا الستوري كان يا قمر الطائي يطلب من المتابعين ان يسالوا اسئله لهم. الواضح يا حبايب راح ترجع للفريق. وهم نزل شويه ستوريات كانوا قاعد يصورون كلهم ويا البعض الفريق كله وقمر الطائي كانت وياهم. ان شاء الله الف مبروك يا جلادين على هذا الخبر، اكيد كلكم فرحانين. طبعا الفضل كنا نعرف منو اللي خلاهم يرجعوا يجتمعون ويا بعض يحكون ويا بعض. على كل انفجروا ذا مقطع باللايكات فرجونا جلادين يا حبايب ايش قدرتوا فرحانين بهذا الخبر وشوفوا الستوريات. يو جلادين كيفكم؟ انا اسف اقطع عليكم بس حابب اخبركم ان الشغلات اللي طلعت مشان على دبي جهزت تقريبا والمفاجاه قربت جدا كثيرا بقوه، فجهزوا لحالكم. مشان الموضوع ليش ما بنزل ستوريات، مو لانه انا ما بدي بس والله ما بفضل لانه عم بجهزكم شغلات كثير. انا اسف جدا بس رح احاول انزلكم قدر المستطاع ستوريات اليوم او بكره او كذا هيك بشكل عام، لانه ما بفضل ما بنزل مو لانه انا ما بدي انزل. استنى كيفك؟ تمام. كيفك؟ الحمد لله تمام زينه. ما حدا سالك؟ لا لا الفلتر غلط. وافي داخل لك صوره. اعملي حركه. داخل لك صوره يعني بعدين بيطلعني فلتر بشع تعودت. لا 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 انت نعدى فلتر يا من زمان الغباء. الله انت وش وضعكم؟ انوار قرب على محمد. يا مسلي مستمرين بالتصوير يا جماعه؟ في يوم مشاريب جدا. حياتك عذاب. مين حياته عذاب؟ محمد. تعرف كلمه التصوير حياتك عذاب انور. اه انا انت محمد ما انور. واحد يا جماعه يوم الثلاثاء قناه الاساسيه في فيديو جديد راح يكون مفاجاه، خليكم جاهزين. ما راح تعرفوا ايش المفاجاه، ما راح تتوقعوا ابدا. خليكم جاهزين يوم الثلاثاء الساعه 4 قناه الاساسيه. تايم بوي. بقاش عندنا؟ فيديو حلو. بقاش عندنا؟ فيديو حلو. ايش عندنا؟ جماعة بكرة الساعة 4 راح نزلكم في قناة الجلادين.